الديك الرومي نجم الموائد الأمريكية في شهر نوفمبر، الشهر الذي يحتفل بالخميس الرابع من نوفمبر بعيد الشكر، لكن مسلسل ارتفاع الأسعار طال هذه السلعة بأكثر من 23% مقارنة بالسنوات الماضية. هناك العديد من الأسباب التي دفعت ارتفاع أسعار الديك الرومي، أهمها إنفلونزا الطيور التي أثرت على أكثر من 6% من المنتوج الوطني خلال الأشهر الأولى من هذا العام، بالتالي قل العرض في السوق وبدأت مزايدات على ما هو متوفر. ورغم القلق من أسعار الديك الرومي المرتفعة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الأمريكيين لن يتوانوا في توفير كل ما تحتاجه مائدة عيد الشكر غير الديك الرومي، كالفطائر التي ارتفعت أسعارها أيضا بشكل كبير، على أن يعودوا بعد ذلك لتعديل ميزانية الطعام التي ما تزال مرتفعة بسبب معدلات التضخم. نعلم أن ارتفاع الأسعار طال جميع المنتجات، ولعل الديك الرومي بشكل أكبر قليلا بسبب الإنفلونزا، وأيضا لأنه موسم يكثر فيه الطلب عليه. من الجيد أن الديك الرومي منتوج يتم تجميده، وبالتالي تتمكن المحلات من تخزين كميات جيدة منه وتوفيرها خلال مدة زمنية مريحة، وإلا واجه البعض مشكلة في إيجاده في الأسواق. ويتوقع خبراء القطاع أن تتراجع أسعار الديك الرومي بحلول عيد الشكر العام المقبل، لكنها لن تعود للأسعار المعتادة، خاصة إن عادت موجة إنفلونزا الطيور. يقول الأمريكيون إنهم لن يتركوا ارتفاع الأسعار يؤثر على احتفالاتهم بعيد الشكر، ثاني أهم تجمع عائلي بعد أعياد الميلاد، خاصة وأن كورونا حرمتهم هذه المتعة عامين متتاليين. أمينة سري لسكاي نيوز عربية، واشنطن.